السنه اللي كان وقفه الحركه كما قولوا، كان اشنو اللي لقيت انا بالنسبه ليا هو اننا بدعنا ذاك القعاد في الدار وسميتو وليتي خصك تبدا. الحمد لله بدعوا الناس في الموسيقى، بدعوا في الشعر، بدعوا في سميتو، ولكن التسوكين اللي قلتي ليها اش نقول لك؟ الا ما انت كنتي جدبان كيفاش غادي يجذب واحد اخر؟ يعني الا ما انت خرجتيش داك الشيء من الصميم ديالك ومن الجوارح ديالك من القلب ديالك، راه ما غاديش يقدر ما قدرش تحرك الجمهور والناس المستمع. هذا تيبقى للمعلمين اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقي الله يطول عمرهم، تيبقى لهم واحد الفضل في الاجتهاد واللي كيحاولوا يزيدوا يطوروا هذا الفن هذا. مثلا هذا العام انا عندي لافيزيون هنا في مراكش، وهاد لافيزيون عجبتني بزاف لانه غتكون واحد لافيزيون 100% مغربيه. ما يمكنش نكون ضد لافيزيون لانه الموسيقى ما عندهاش الحدود. علاش ما يتلاقاش هاد السنتير مع الساكسوفون مع الترومبيت مع البيانو مع انا درت كنت ساكن على برا، درت بزاف ديال لي جروب لافيزيون ووصلت لواحد واحد المرتبه اللي الناس ولاو تيعرفوا قناوة بفضل ديك الجيتار بفضل ذاك الجاز اللي لعبتيه وكذا ذاك الساكسوفون مثلا. ولا لا انا ما ضد الفكره، ولكن كما يقولوا سيادنا القدام ما خصناش نفرطوا في التراث، خصنا نحافظوا عليه لانه كنز منه خرجوا بزاف ديال مثلا الغيوان جلاله، بزاف الجروبات خرجوا من تقناوي مثلا. باش نحافظوا عليها خاص هاد الشباب اللي غادي يحملوا هاد المشعل هذا ديال هاد الفن هذا الاصيل، هما اولا يحفظوا بعدا على المعلمين القدام، يحفظوا الاصيليه. راه كاينين المعلمين الحمد لله باقيين في الحياه اللي يحفظوا عليهم. عندنا المعلم في مراكش المعلم باقبو حمد باقبو الله يطول عمرو، عندنا المعلم مصطفى باقبو راه هرم كبير الله يطول عمرو، عندنا المعلم سيدي عبد الكبير مرشان، عندنا السي محمد كويو، واللي ما ذكرتوش راه نظرا للوقت عندنا بزاف باقي الناس. هاد الشباب خصهم يسمعوا هذوك الناس باش ما يمشيش لنا حنا هذه، ومن بعد خلي الكنز على اصله وبدا عليا بدا على ما عندك. تقناويت وحده، تقناويت من نهار جاو كتعرف تقناويت دخلت مع وقت يا زمان دخول العبيد المغرب اللي كانوا جاو كعمال ك، ولكن هاد العبيد اللي دخلوا جابوا معمار التراث تفرقوا في المدن، شي يبقى في صويره شي مشى للدار البيضاء شي مشى لمراكش شي مشى بقى للرباط، وكاينين في طنجة شي مشى بقى في تطوان كذا. يعني كنلقاو تقناويت راهي وحده، ولكن كل بلاد كيفاش كتقدمها على حسب اللغه ديالها على حسب الوسط ديالها. هنا كتكون مراكش عندها واحد الطريقه، كاين المرساوي الدار البيضاء الرباط ثاني شكل، طنجه عندهم واحد تقناويت رائعه رائعه الشمال الروعه يمكن قريبه بزاف للافريقي. اش تيبقى قلنا كيفاش تيهضر المراكشي ماشي كي تيهضر الرباطي حتى في تقناويت، ما هي كتبقى ديما ديك الليله اللي شتي في مراكش ولا في الصويره راه غتلقاها في طنجه وكذا. حتى كاين الالوان وكما نقولوا الرحبه، وكاين الطروحه اللي هما تيقول لهم الناس الجمهور تيقول لك الاغنيه كذا، هذا تنقول لهم حنا قناوات تيقول لهم الطروحه. هنا تتلقى الفرق في النغمه وطريقه الغناء وطريقة العزف على آلة القنبري اللي هو السنتير. هذا سؤال مهم بزاف، واخا أنه الجواب عليه تيطلب واحد الوقت، لأنه أشياء عميقة هذه. الناس علاش تينوضوا تيجذبوا في ليلة قناوة؟ ليلة قناوة تنظن مصوبة للناس خاصين المهمومين اللي عندهم ما نقولوش أمراض، كاينين الحزن كاينين كذا، لانه القناوي حتى ينده تيجبد الناس اللي
خاصين. لقيت باش تينوض هذاك بنادم وتيجذب وكذا، أتي تسولاج أصاحبي، أتي عيوض باش يغوت ويكون في حالة أخرى، أحسن ليه يجذب، تتكون واحد الفرجة ديال النفس. الموسيقى كنعرفوا بأنه عندها علاقة بالإنسان. كاين مثلا بوب ماري كان تيجذب المارين البشر، جيم هندريكس كان تيطيحوا الناس بلا هيستيري، وزيد وزيد جروبات هما كانوا تيجذبوا عليهم الناس. قلنا وراه هكاك موسيقى حتى هي، ولكن كاين واحد السؤال تيبقى غامض. انا كنطرحو براسي، انا كنكون خدام وكنشوف شي واحد تيجذب وتيبكي، انا براسي كنقول ما عرفت علاش، علاش هذا مسكين هكا، ولكن من بعد تيبان لك راه هو تفاجأ وتيضحك وكذا. هذه الموسيقى علاقة بالإنسان، هذه عادية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.